الكيتو دايت هلأ درجة كتير، مثل ما قطع الديتوكس هلأ الكيتو وغيره رح يطلع أسامي كتير. ما نبلش دايت إلا ما نتأكد عن جد قديه هو صحي وإذا فينا نعمله ولا لا. الكيتو دايت اللي هلأ عم بينعمل هو عم بينعمل على هاي فات دايت. هلأ إذا نحن حابين نخسر وزن فينا نروح صوب اللو كارب دايت، بس هذا ما بيعني أنه لازم نعلي كتير الدهون، خاصة الدهون الغير جيدة. بالتالي إذا حابين نمشي على الكيتو دايت إنه نخفف الكاربز، ولكن الدهون دائماً لازم تكون صحية، وإلا رح يصير معنا علو بالكوليسترول ومشاكل بالقلب.